للناس الكل، النهاردة حابب أتكلم معاكم عن كاستنج، تركات كالمبتدئين إزاي تقدر تشتري عدة كاستنج. كلامي موجه للخليج، بتتكلم مثلا الجيم اللي احنا بنلعبه، الكوين، الدراج او الكينج فيش، الكنعد. طبعا انا بتكلم عن الشط وازاي تختار عدة الشط. بتتكلم مثلا الشباب اللي في مصر، اللي هو بتتكلم في اروز، بتتكلم برضو في دراج، بتتكلم في لوت. لما تيجي تتكلم او عايز تختار عدة شط، لازم تعرف اول حاجة زي ما انا قلت ايه الاسماك اللي انت المفروض تتارجت عليها. هقول تاني، لما تيجي تختار عدة عموما، ايه الاسماك اللي انت رايح لها، ايه الاسماك اللي انت بتتارجت عليها. انت بتتكلم في كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو. مش عايز حاجة او مكنة 5000 سايز، انت عايز اللي انا هقول عليه دلوقتي. عايز عصا او قصبة او رادس او صنارة، زي ما انت عايز تقول، قول من 2.70 متر ل 3 متر، 3 متر و10. في بعض الاماكن بنستخدم 3 متر و20. 3 متر و10 او 3 متر و20 مش من على الكواسر ومش من على الحواجز. 3 متر و10 و3 متر و20 و3.25 لما تكون بتبقى واقف على شط رملي وعايز تتارجت لونج ديستنس او مسافة بعيدة، فبتروح للأطوال اللي انا اتكلمت فيها. عندك كواسر اللي احنا بنصطاد فيها عموما، اللي هي موجودة في بلادنا، بتكلم عن مصر، بتكلم عن الخليج. عايز 2.70 متر، 2.90 متر، 3 متر. مش هتحتاج تروح لأكتر من كده. اسمع مني جماعة، اللي أنا هقوله ده الخلاصة، ده خلاصة تجربتي. هتتفق هتختلف معايا على راسي، بس ده اللي أنا بعمله وده اللي أنا بصيت بيه. هنتكلم في حاجات المبتدئين بيسألوها في التعليقات أو في الكومنتات أو في الجروبات. نتكلم عن هنا عمر القصبة او عمر التب ده ما بيدخل لحد الاخر، ليه مسافة بيقف عندها. انا بشوف تعليقات كتير، هو ليه الحتة دي فاضية؟ حبيبي هي لازم كده، مفيش عصا او مفيش قصبة او مفيش صنارة بتدخل لحد الاخر، كده هتتكسر او كده هتدخل مش هتعرف تدخل. فانت بتحطها تمام، وبتحاول ان انت تشوف الجايد بالتساوي كده تمام. لا العصا اللي في ايدي دي طبعا دي تينريو ساند ووكر، دي 2.90 متر من 10 ل 45. انا كلمتكم في الاطوال، تيجي نتكلم بقى عن الجيجات، او تيجي نتكلم عن اللورز او وزن اللور المستخدم في بحرنا. بنتكلم على الميديم لايت او الميديم عموما، اللي هو 10 ل 45. 10 ل 45 ده بيغطي لك يعني اغلب او 90% من وزن اللور او وزن الجيج اللي احنا بنستخدمه. في حاجات طبعا لايت والترا لايت، هنتطرق على موضوع الالترا لايت ده بعدين في حلقة تانية منفصلة. انا بتكلم هنا على الميديم او الجيم بتاع السي باس او الفلات فيش اللي احنا بنتكلم عليه. اغلب العصي اللي بتيجي من الشركات بيقول لك ايه، سي باس جيم او فلات فيش، وفي بعض الشركات الوقت بيقولهم كينج فيش او سبينش ماكريل، اللي هو الدراك او الكنعد. خلينا نتكلم على السائد السيباس. السيباس بتتكلم في قصبة من 7 ل 28، بتتكلم في قصبة من 10 ل 35. انا دايما بحب الطول بتاع القصبة بتاع 2.90 متر ومن 10 ل 45. من 10 ل 45 تقدر ترمي 15، تقدر ترمي 20، تقدر ترمي 30، تقدر ترمي 40. في الشط انا ما بستخدمش اكتر من 30 جرام، الا في بعض الاحيان، في بعض الاحيان لما يكون في هواء ممكن استخدم ال 40 جرام، او بقدر استخدم 40 جرام لما اكون واقف على شط رملي وعايز ارمي بعيد. ارمي بعيد يبقى لازم احط وزن.
في قاعدة لازم كلنا نتفق عليها من الأول. القاعدة بتقول كل ما الخيط السكنس بتاعه رفيع وزن اللور تقيل العود أطول هتقدر تدي مسافة في الرمي أبعد. تاني هقول تاني، العصا طويلة الخيط السكنس بتاعه رفيع اللور أتقل هتقدر تديك مسافة بعيدة في الرمي. في حاجة كمان بالنسبة للمكاين اللي نازلة جديدة، كل ما السبول بتاع الماكينة ده كان أطول بيقدر يديك مسافة في الرمي أبعد، زي مكاين السيرف كاستنج. مكاين السيرف كاستنج بنشوفها دايما السبول بتاعها طويل، ليه؟ عشان السيرف كاستنج بنستعمله من شط رملي، فبيخلي لك السبول طويل عشان انت بترمي من شط وعايز الخيط بتاعك او اللور او الطعم او واتيفر يروح بعيد، فبيعمل لك السبول طويل. خلينا نقول تاني، الرود اللي في ايدي ده من 10-45 2.90 ده الطول بتاعه. الماكينة جماعة انت مش محتاج ماكينة اكتر من ال 4000. 4000 هتاخد خيط 1.5، مش عايز اكتر من كده. 25 LB من الشط مش عايز اكتر من كده. مش عايز مكنة اكتر من 4000، مش محتاج. لو انت رايح متارجت على كينج فيش، على ضلوع، على واتيفر ايه من على الشط، ما عندكش مشكله تقدر تطلعه على يعني تقدر تعمله لاندد على الشط بالعده اللي انا بتكلم فيها دي. فعندك 10-45 ممتاز، عندك من 8-35 ممتاز، في بعض الاصابات من 7-28 ممتاز، بس انا بكلمك خليك دايما في 35، خليك في 40، في 45 ماكس، تمام؟ عشان تقدر تستعمل جيجات 30 جرام. في بعض الاحيان انا بحب الجيج يكون 30 جرام عشان يروح بعيد في الرمي، وعشان لما بيكون الجيج حجمه صغير بيبقى فيه فرصة ان هو يتقطع، بالذات لو اللي ضرب عليه باراكودا او ضرب عليه كينج فيش ممكن يقطعه. فزي ما انت شايف 2.90 متر، ماكينة 4000، امورك في السليم. بشوف الناس بيقول لي انا عندي مكنة بانكس، عندي عود تلسكوبيك. انا لا اؤمن يا سيد الفاضل، انا بكلمك عن الحاجات اللي هي بتحصل معايا انا شخصيا، تجاربي الشخصية. انا لا اؤمن بالتلسكوبيك رود في الكاستنج ايا كان البراند، لا اؤمن بيه. التلسكوبيك ليه استعمال، واللي انا بحكي فيه دون ليه استعمال تاني خالص. عصي السبيننج اللي هي زي كده بتيجي قطعتين، بتيجي ثلاث قطع. في بعض الاحيان في حاجه اسمها ترافلر رود او العود بتاع السفاري او العود بتاع السفر، بيجي خمس قطع عشان يتحط في شنطه السفر. لكن السائد قطعتين او ثلاث قطع للرود. الماكينه زي ما اتكلمت 3000 4000 5000 ده مش محتاج، تقيل مش هتحتاجه. ال 4000 دي بتاخد 25 LB 300 متر، مش هتحتاج في الجيم اللي انت بتلعبه اكتر من 300 متر. في بعض الاحيان بقول للشباب لو مش معاك فلوس اشتري ال 200 متر عشان البريد غالي، اشتري ال 200 متر وتقدر تعوض تحط باكينج. القصه كلها ان انت لازم وانت بتحط البريد لازم يبقى ماتشنج مع العلامة، مع السبول او مع حد السبول. لو بقى الخيط في الكاستنج اندر سبول وهو طالع وانت بترمي بيعمل احتكاك في طرف السبول، وده ما بيخليش البريد يروح. افضل حاجة للبريد ان هو يكون ماشي مع حد السبول عشان لما ترمي يقدر الخيط يمر من غير اي حاجة ما تعيقه. فهتعيقه. اتكلمت على الاندر سبول. اندر سبول يعني حد الخيط تحت السبول، تمام؟ فده بنقول عليه اندر سبول.
طب ايه اللي هيحصل لو انا حطيت خيط اوفر سبول؟ يعني ايه اوفر سبول؟ يعني زياده عن الحد المرسوم في السبول. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل وانت بتعمل او بتعمل كاست او بتحذف لما يكون الخيط اوفر سبول، هيعمل حاجه اسمها ويند نوت. ويند نوت اللي هي عقده الهواء او عقده الريح، دي بتحصل لما بيكون اوفر سبول، فالخيط بيطلع بيتلخبط مع بعض، فبنقول عليها دي بتيجي من الهواء، تمام، او الخيط الزياده، فالخيط بيتشربك او بيتلخبط مع بعض، فممكن يشيلك جايد، ممكن الخيط يقطع نفسه والجيج وتخسر الجيج او اللور. فنصيحتي التزم بالليمت، كل مكنه في اي براند في الدنيا ربنا خلقه ليه ليمت، توصل الخيط لحد الليمت والحد كده. زي ما انا قلت الخيوط اللي انت تركبها عندك 18 20 25 ماكسيمم ال بي، اروس لوت دراك اللي هو انت بتتكلم سمكه لحد ال 10 11 كيلو ما عندكش مشكله تقدر ان انت تطلعها. هل السيت اب ده اقدر اطلع بيه سمك اكتر من 11 سمكه اكتر من 11 كيلو؟ تقدر تطلع بيه لحد 15 كيلو و 20 كيلو، بس طبعا دي بتفرق خبرة الصياد، وتقدر يفتح الدراج وبيقدر يعطيها خيط وبيقدر ياخد خيط، دي بترجع لكل صياد وخبرته كمحترف او مبتدئ. بس خلينا احنا بنتكلم التركات او الحاجات دي للمبتدئين. دايما زي ما انا قلت الليدر 50 سنتي او 70 سنتي مش اكتر من كده، ودايما 50 سنتي و 70 سنتي ليه؟ انا واحد من الناس بحط الخمسين سنتي او السبعين سنتي وبخلي النط او العقدة برا الجايد. ليه برا الجايد؟ الوقت انت ما بتيجي تعمل دبل يوني نط او اف جي او البرتو نط، تمام، في جايدات او في اصابات بتبقى الجايد هنا يعني ضيق مش واسع الجايد الاولاني. ايه اللي بيحصل؟ في كل رمية انت بتقف تعمل كاستنج ساعتين، بتقف تعمل كاستنج ثلاث ساعات، فوانت بترمي مع احتكاك ده لو انت حاطط النط او العقدة بتخليها وانت بترمي بتخليها جوه الجايدات، غير الصوت اللي انت هتسمعه، غير ان ممكن العقدة او النط تتسبب في كسر الجايد. ايه اللي بيحصل؟ مع سخونة او الاحتكاك بتاع النط او العقدة بالجايد من جوه، مع الاحتكاك والكاست العقدة نفسها بتسخن. لما بتسخن بتقوم العقدة مفرقعة، فلما بتفرقع اللور بيروح في المية او الجيج، وانت كده خسرت الجيج او اللور. برضو بعض الناس او بعض المبتدئين بيسألوا في الكومنتات، انا كل ما بعمل نط النط بيفك او بيفرقع او بيطرقع. مش محتاج 50 سنتي 70 سنتي، ده طول الليدر شوك ليدر او الفلورو كربون، ودايما خليه برا وانت بترمي، تمام. ده بالنسبة للليدر، ما بحطش اكتر من كده. انا بستخدم سناب اللي هو الشباب بيقولوا عليه مشبك. انا ما بحطش سويفل على سناب، او ما بشتريش سناب مع سويفل جاهز. انا السويفل اللي هو مدور، انا راجل بحط سناب يعني بريد فلوروكربون او شوك ليدر، سناب بعد كده بحط الجيج او اللور. وشوف براند يكون محترم بالنسبه للسناب، لانه في براندات صيني، او انا مش في حاجات في الصيني كويسه، بس في براندات الله اعلم معموله هي فين، فلما بيضرب عليك سمكه مش حتى وزنها كبير يعني معتدله الوزن ممكن تفتح، هتخسر السمكه وهتخسر اللور او الجيج خساره. يعني في حاجات ما ينفعش تسترخص فيها، السناب حاجه منهم. البريد برضو حاول على قد ما تقدر شوف براند كويس، شوف حاجه تكون برضو ما تبصش ان هو رخيص، الله ده حلو، الله اعلم ممكن يكون بيعمل ويند نوت. في خيوط لازم للاسف الشديد تحطها في الميه فتره كبيره عشان تبتدي تدي الهدف المرجو منه، غير كده كل ما بترمي بتعمل ويند نوت.
خليك مع براند بريد يكون كويس، ما تبصش ان هو سعره رخيص الله حلو ده انا هجيبه، لا تماما. حاجة تانية، انا لا اؤمن بموضوع الكاستنج بالنايلون، مع احترامي انا يا جماعة اللي بيشوف الحلقة دي، دي تجربتي، ده خبرتي، انا واحد تاني في مكان تاني في العالم بيعمل بنايلون على عيني وعلى راسي. انا راجل البريد هو اللي بيديني مسافة بعيدة، انا ما بحبش موضوع النايلون. نايلون عمره ما يدي مسافة البريد، عمره ما يديك مسافة البريد. بريد بالنسبة لي هو ده رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة، بريد ليدر نايلون فلورو كربون واتيفر، بس عندي الخيط الاساسي بريد، ما بستخدمش اكتر من 25 البي. ده بالنسبة للي بيتكلم عن البريد او الخيوط. في حاجات تانية انت ما تجيش تقول لي اصل دي مش عصاية كاستنج عشان انت تلاقيت الهندل بتاعها قصير، وتقول لي اصل لازم يكون عود الكاستنج الهندل بتاعه طويل. مش كل البراندات نفس دي، بتبقى حاجة كل براند بيعملها. في براندات انا شفتها زي مش عايز اذكر اسماء، الهندل بتاعه قصير. في الشركات الامريكية مثلا لما بتيجي تعمل سبيننج راد بتعمل الامريكان اجسامهم كبيرة، الامريكان ايديهم او احجام اجسامهم كبيرة، فبتعمل لهم الهندل كده. اللي انا بتكلم فيه اللي هو عود بتاع شركة يابانية، تمام، ده هيكون الهندل او 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 طول الهندل. بتمسك كده، تمسك الخيط وبتبتدي ترمي. طبعا انا السقف مش يعني، هحاول ان انا اعلمكم ازاي ترمم من على الشط. يعني ده بالظبط الموضوع اللي انا بستخدمه هنا في الكاستم. يعني ما بستخدمش بقى مكان 5000، ما بستخدمش اصابات اكتر من 3 متر، بحب دايما 2 متر 90، ماكينه 4000، خيط 25 ال بي، فلورو كربون 30 ال بي او 35 ال بي. اللورات بقى على حسب ما انت حابب، من اول 15 17 لحد 30 تقدر تستخدم ده وزن اللورز او وزن الجيجات. موضوع مش صعب، موضوع سهل جدا، بس انت اللي بتصعبه على نفسك. انت بتروح تجيب مكاين مش بتاعت كاستنج او مش بتاعت لورز او مش بتاعت جيج وتستخدمها، بتروح تجيب لي مكنة 6000 او مكنة مثلا بانكس او احجام كبيرة وعود تلوسكوبينج انت بتستخدمه مثلا في السيرف كاستنج او بتستخدمه في الطعم، وتقوم شغال بيه كاستنج. ما هو انت لازم تكره الموضوع وتقول ما بيدينيش النتائج. ما هو مش هيديك النتائج، عمره ما هيديك النتائج. انت بتستخدم عدة غلط، خيط نايلون، قصبة لسكوبك، ماكينة 6000 او ما يعادل 7000، ازاي تصطاد بيه؟ ولو صدت مرة مش هتصطاد التانية. فيا جماعة العدة الصح معروفة، ماكينة 3000 4000، ده بالنسبة للمقاس. القصبة 2 متر 70، 2 متر 90، 3 متر، تمام. خيط 18 20 25 ال بي، فلورو كربون او ليدر اللي هو سوري الفلورو كربون او المونو او الشوك ليدر، تستخدم من 50 ل 70 سنتيمتر، ده الليدر وسناب، وكان الله غفور رحيم. بس كده الموضوع يا جماعه، مفيش اسهل منه. الموضوع يا جماعه مش يعني مش تقفيل طيارات، الموضوع سهل جدا، الموضوع سهل جدا. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الحلقه اكيد ليها جزء تاني وممكن نعمل جزء تالت، بس خلينا عشان مش عايز اطول عليكم، مش عايز ان انا اخلي الحوار يبقى طويل عليكم. هنتكلم في الحلقه اللي بعد كده عن اللورز، عن الجيجات، ايه اللي انت تقدر تستخدمه كلورز كجيج. انا اتكلمت الوقت في اطوال الراد، مقاسات المكاين، مقاس الخيط، هتكلم عن اللورز في الحلقات الجاية، هتكلم عن الجيج، ازاي تختار اللور، ازاي تقدر تستخدم الجيج، الاماكن على حسب المكان تقدر تختار لون اللور، تقدر تختار لون الجيج على حسب الموسم السمك اللي موجود ده
ايه بياكله، ايه اللي مستهدفه، ايه الالوان اللي بتضرب عليه. هتكلم عن حاجات كتير، خليكم معايا في الحلقة الجاية. اشوفكم على خير.